رد على من يقول بأن قول البوصيري يقصد به طلب الشفاء عندما يشتد الأمر للخلق قبل قضاء الله عز وجل عليهم. هذا كلام ما يليق بتفسير كلام البوصيري. كلام البوصيري واضح في معناه، حاجة إلى التحريف، تحريف المعنى. نعم، يقول ما لي من ألوذ به سواك، وش بعد هذا؟ من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة ملك للرسول، من يقول هذا؟ ايش هالكلام هذا؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائر يقول: من علومك علم اللوح والقلم، يعلم الغيب ويعلم ما في اللوح المحفوظ، من يقول هذا إلا الغلاة؟ نعم.